السلام عليكم لكل حدا حابب يجي على اوروبا او على الطريق هلأ، يعني او هلأ وصل، بتمنى يشوف هذا الفيديو ويسمع كتير منيح هذا الحكي اللي بدنا نحكيه، لانه هذا الحكي اللي حيساعدكم كتير منيح انكم تندمجوا بسرعة، انكم تفهموا الوضع بشكل اسرع، انكم تبلشوا تعملوا شيء بشكل اسرع. اول شغلة واهم شغلة لازم تحطها ببالك انه شو ما كانت التوقعات اللي انت عندك قبل ما تجي لهون، لازم يعني تحاول تخفف او يعني مثل بقولوا تخفض هذا السقف تبع التوقعات. قد ما كانت الاحلام اللي كانت عندك كبيرة، لازم كمان تحاول انك تكون واقعي اكثر، ما تبني هاي التوقعات والاحلام على حكي الناس يلي اجوا قبل منك او يلي تواصلت معهم او كذا، لانه بصراحه اغلب الناس بتقول بالعامي بتبهور وبتكذب، يعني بصراحه مشان تفرجوا الناس اللي غيرهم يلي ما موجودين باوروبا انه هن عايشين حياه كتير حلوه ورفاهيه ومصاري كتير. طبعا هذا الحكي ما في شيء منه ابدا، يعني ان كان بالنرويج ولا بأي بلد تاني. وعلى فرض انت كان عندك مثل ما حكينا هي التوقعات وهي الأحلام الكبيرة وجيت لهون على أوروبا وانصدمت بهذا الواقع انه ما في شيء سهل، انك ممكن رح ترجع او ممكن اكيد رح ترجع تدرس، ممكن مو من اول وجديد يعني، ولكن رح تدرس لك سنتين ثلاثه، ممكن رح تضطر ترجع تفوت مدرسه مهنيه تتعلم نفس المهنه تبعك اللي انت يمكن مارسها 10 سنين او 20 سنه قبل ما تيجي لهون. فلازم تتجاوز هي الصدمه النفسيه وتتقبل الواقع انه انت هلا رح ترجع تبلش من الصفر، رح ترجع تعيد كل شيء انت عملته قبل. وبدال ما تقعد وتتحسر على حالك وتقول يا الله انا كل هالسنين اللي درستها كبيتها على الفاضي، كل هالسنين اللي انا اشتغلتها كبيتها على الفاضي، لا، انت فيك تفكر بطريقة تانية، تفكر انه ممكن يكون هي فرصة تانية صارت لك بحياتك لحتى ممكن تدرس الفرع اللي انت كنت حابب تدرسه بالاساس ولكن ما جمعت معدل منيح يفوتك لما درست ببلدك مثلا. ممكن تكون فرصة انك تتعلم مهنة كنت حابب تتعلمها ولكن ما كان عندك المجال انك تتعلمها سابقا. فكر بهي الطريقة بدل ما مثلا تقعد مثل اقول وتحط الحزن بالجرن وتتأسف على حالك. وطبعا كتير 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 ضروري انك تغير طريقة تفكيرك لبعض الامور. طبعا انا ما عم اقول انك تتغير او تغير كل شيء بتفكيرك، ولكن في بعض الامور لازم تغيرها بطريقة تفكيرك حتى تقدر تندمج مع المجتمع اللي انت جاي عليه، تقدر تعيش معهم، تقدر تاخذ تعطي معهم. اما اذا كنت حابب تنقل نفس الستايل تبعك اللي من البلد اللي جاي انت فيه لهون، فما رح يزبط معك، رح تلاقي حالك وحيد، رح تلاقي في صعوبة انك تعمل صداقات وعلاقات اجتماعية. فلازم تتجاوز كمان هذا الموضوع. يعني مثلا اعطيك على سبيل المثال، يعني نحن مثلا بنفرض مثلا بسوريا، خلينا نحكي عن سوريا، انا مثلا من سوريا، كتير عادي اذا جار دع على جاره مثلا وقال له جاي اشرب عندك فنجان قهوه او تعال عندي نشرب فنجان قهوه، ولكن هون باوروبا مو بهالسهوله، يعني لازم انت مثلا تتصل تليفون ممكن حتى قبل بيوم يعني تتفق او شوف اذا فاضي او مو فاضي، واذا هالشخص مثلا قال لك انا مالي فاضي او مالي حابب شوفك، فهون هذا الشيء كتير عادي، ما بيعني انه هذا الشخص مثل نقول احنا بالعامي قطع لك كرت او ما عاد بده يشوفك او قطع علاقته فيك. فهي طريقه التفكير اللي عم بحكي عنها انا لازم انت تغيرها. وطبعا هذا الشيء حتى بيتعلق بالشغل، يعني نحن مثلا بسوريا المبدا العام تبعنا انه لما انت مثلا تروح تقدم على شغل جديد انك تحاول تفرجيهم انك انت كثير شغيل، كثير سريع، بتنتج كثير. هذا الشيء هون ما بيفيدك ابدا، بالعكس يمكن بضرك. هون بيفكروا اول شيء بالجوده، يعني هلا انت ممكن تكون بتعمل مثلا 100 قطعه من شغله معينه، نفرض اذا انت عم تشتغل بمعمل مثلا بخط انتاج وانت مثلا بتعمل 100 قطعه من هذا المنتج، ولكن القطعه تبعك يعني مو 100%، بتلاقي فيها هيك نعره من هون كذا من هون، وانما في شخص ثاني بنفس المعمل بيعمل بس 10 قطع يوميا، يعني بتخيل الفرق، ولكن القطعه تبعه يعني بتلاقيها ابدا 100%، ما عليها ولا غلطه. بتلاقيهم لا بيختاروا هذا الشخص ما بيختاروك. وهون شو بيجي بقى، في ناس بتخلط بقى بين موضوع العنصرية وهذا الموضوع. فيعني عم تحاول تفهموا معي الفكرة، فلازم تتغير طريقة تفكيرك. هون بأوروبا بالنسبة للشغل بركزوا على موضوع الجودة، الكفاءات، شو معك شهادات وخبرات،
بعدين بيجي موضوع السرعة وهي القصص اللي نحن متعودين عليها. حتى بمجال الدراسة خلينا نحكي كمان هون في عندهم هنن أساليب وطرق غير الأساليب والطرق تبعنا لازم أنت تمشي معها، ما فصير أنك تعارضها وتقول لا أنا متعود هيك ولا هي الطريقة تبعنا هي الصح طريقتهم غلط. أنت ما مطلوب منك أنك تجي تصلح الغلط اللي هون إذا أنت شايفه غلط، أنت لازم تمشي مع يعني في سيستم أنت لازم تتبع هذا السيستم اللي هو ماشي على الكل، ما فينك تعمل سيستم لحالك يعني، أو الأستاذ بالمدرسة أو الجامعة ما فينه يعمل لك سيستم لحالك يعني. كتير بشوف ناس هون بيحاولوا يطبقوا الطريقة مثلا السورية هون فبينزعوا على حالهم وبيخلوا مثلا العيون تتفتح عليهم وإلى آخره. ما نتوسع كثير بالحديث ولكن مثل ما حكينا لازم أنت تغير الطريقة تبعك، تتقبل أنه في طريقة تانية مو الطريقة تبعك هي الطريقة الوحيدة بالعالم مثلا لجمع عددين أو لطرح عددين أو إلى آخره يعني. آخر نقطة واللي هي كمان كثير مهمة عشان ما أطول عليكم الفيديو كثير، لحتى تكون صداقات وتعمل علاقات أو شبكة اجتماعية لك، هذا الموضوع بياكل وقت وهذا الموضوع يعني ما بيصير بنفس الطريقة مثلا اللي احنا متعودين عليها ببلادنا. يعني ما بيكفي مثلا انك تعرف هذا الشخص شو اسمه وين ساكن او شو بيشتغل لحتى تقول انك بتعرفه يعني، فما ما 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 مو بنفس الطريقة يعني. وما بيكفي حتى مثلا انك تعزم هذا الشخص على غداء او على عشاء لحتى مثلا انه هذا الشخص يكون صار رفيقك. فيعني العلاقات بتاكل وقت اكثر هون، ما بتصير بنفس الطريقة تبعنا يعني. ما بعرف شلون رح اشرح لكم هذا الموضوع ولكن رح تكتشفوا هذا الشيء على مهلكم. هون الحياة ماشية على مبدأ الثقة. طبعا انا عم بحكي هلا عن النرويج بالنسبة لهي النقطة يعني. هون بالنرويج مثلا بتلاقي جنب كل بيت في بسكليت ملحوشة، في سكوتر ملحوشة على طرف الطريق، ما حدا بياخد غرض مو له يعني. في امان كتير، ما في داعي حدا مثلا يجنزر البسكليت بجنزير وما بعرف شو يعملها مشان ما تنسرق. ففي هون الحياة مبنية على الثقة، فانت لازم تبني هاي الثقة يلي هنن لسه ما عندهم اياها اتجاهك لحتى تقدر تعمل هاي العلاقات يلي عم نحكي عنها. وطبعا يعني هون العلاقات او يعني اي شخص حابب مثلا يعمل علاقة مع شخص، علاقة صداقة او ما اعرف شو كن سموها، معرفة، فعلى الاغلب يعني بيكون في مصلحة من وراها او يعني شيء مشترك، ممكن يكون هواية مشتركة، ممكن يكون لعبة مشتركة، اي شيء يعني مشترك. فما حدا مثلا بيرافق أحدا أو يعني بيضربه مثل أقوله بالعامة صحبة مع حدا وهن مثلا عندهم اهتمامات مختلفة، مستوى دراسي مختلف، ممكن يعني ما في أي شيء مشترك أبدا. فأنت كمان لازم تفكر بهذا الموضوع يعني. هلأ بشوف كتير ناس مثلا بيحاولوا يعملوا صداقات مع أشخاص تانيين مثلا هون يعني من هون يعني، فبس ما عندهم شيء مشترك أبدا يعني. فبتلاقي ضغري مثل ما حكينا يعني. هي الشغلة أنا كثير بتضايقني أنه أي شيء نحن منزدته على العنصرية يعني، بنقول أنه لا هي بسبب العنصرية، ما حدا عم يرافقني، ما حدا عم ما حدا بيسلم علي. أنا ما بنكر أنه العنصرية موجودة مو بس بالنرويج، بكل أوروبا، ولكن اللي عم شوفه هلأ أنه كل شيء عم نزدته نحن على ظهر العنصرية يلي هي مثلا ما لزنب بهاي القصص يلي عم نحكي عنها. وبالنهاية بدي لكم انه اي شيء بالحياة محتاج لجهد، محتاج لتعب، لتضحية، وبياكل وقت. ما في شيء بيجي بسرعة، ما في شيء بيجي بالسهل، وفي كمان توفيق رب العالمين. ممكن انت كمان تتعب وتعمل اللي عليك وبالنهاية مثلا ما توصل او تحقق الشيء اللي انت كان بدك اياه، او مثلا مو بالضبط هذا الشيء اللي كان بدك اياه. فهون هذا مثل ما حكينا توفيق رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق جميعا وبشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه.